الأخبار الرياضة، تابعونا وشاهدوا جميع فيديوهاتي على مدار الساعة قبل لقاء مصر والكاميرون، اللقاء الحاسم. عايز تعرف كل المعلومات؟ شاهد الفيديو للنهاية. يلا بينا. أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن إصابة محمد أبو جبل ما هي إلا شد عضلي خفيف، وإن شاء الله محمد أبو جبل إن هو هيلعب مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية. نتمنى السلامة لجميع لعيبة المنتخب المصري، وإن شاء الله محمد أبو جبل هيكون الحارس الأساسي. طبعا احنا عارفين محمد الشناوي ان هو مصاب، وربنا يشفيه ويلعب المباراه النهائيه لو حاله منتخب مصر يوصل. محمد الشناوي هيلعب المباراه، وان شاء الله مصر والكاميرون الماتش الجاي على طول محمد ابو جبل هيكون الحارس الاساسي لمباراه مصر والكاميرون. ما تنسوش تدوسوا على القلب وتكتبوا تعليق عن اي حاجه عايزين تستفسروا عنها وتعملوا اكسب. شكرا لكم، مع السلامه. تحديدا يوم الخميس الساعة 9 بتوقيت القاهرة إن شاء الله على ملعب الكاميرون، مباراة مصر والكاميرون اللي هتكون إن شاء الله الساعة 9 زي ما قلت لكم، وهيبقى الحكم الدولي بكاري جسامة هو الحكم الدولي اللي هيحكم مباراة مصر وكاميرون. وزي ما انتم عارفين إن بكاري دوت كان ليه سوابق كتير جدا جدا مع النادي الأهلي ومنتخب مصر ونادي الزمالك، فربنا يستر من الحكم الدولي دوت. واستنوني ان شاء الله في كل جديد، ما تنسوش تعملوا قلب وتكتبوا تعليق تم عشان كل فيديو ينزل تعرفوا اخر اخبار المنتخب المصري في الكاميرون. شكرا لكم وعلى ألف سلامة. الحمد لله يا جماعة، مسحة منتخب مصر ولعيبة منتخب مصر كلها سلبية، مفيش ولا اي حالة ايجابية، وكان في مسحة كده لمحمد صلاح قالوا ان هي ايجابية، بس الحمد لله النهاردة اتأكدوا وبعتوا البعثة قالت ان جميع مسحات المنتخب المصري بما فيه ومحمد صلاح كلها سلبية، ومفيش اي حد عنده كورونا، ولعيبة المنتخب المصري كلهم مستعدين الحمد لله والشكر لله، وان شاء الله بكرة نكسب الكاميرون ونوصل المباراة النهائية في بطولة الامم الافريقية. واستنوني في بس مباشر ان شاء الله، متنساش تعمل قلب وتدوس تعليق وقول تم وتعمل اكسبلور. باي باي.